صباح الخير عليكم، صباح الخضرة، صباح الأجواء الجميلة، المناظر الحلوة هذه الطبيعية. أنا اليوم سلمكم الله كاشت مع الشباب بمنتجع زهرة الرمان. هذا طبعا المنتجع مختلف عن باقي المنتجعات، يتميز بهالمساحة هذه الكبيرة، مسطحات الخضرة. نصورها سوا الآن. ما شاء الله تبارك الله، والمساحة مسطحات خضرة، يعني هنا الأطفال الكبار الكل يستمتع، كله طبعا مزروع زي ما انتم شايفين. عندهم كنار، عندهم لوز، عندهم توت، والحلو انه يقول لك انت كمستأجر قطف اللي تبغاه، اهم شيء بس لا تخرب واستمتع بهالمناظر الحلوة. يا سلام، طبعا مساحته ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين مرة كبير. هذه منطقة ألعاب خارجية، مرجحانة، وهناك نطيطة، بعدين شيء متعوب عليه جماعة منسق، شوف كيف على قولتهم المكان تسرح فيها الخيل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الحلو بكل مكان كذا عاملين لك جلسة، يعني ما تمل، مرة تجلس هنا، مرة جنب النوافير، مرة محل مجرى هالماي هالحلو هذا. شوفوا كيف، يا سلام. المكان ما شاء الله تبارك الله شي بديع. يا سلام، يعني هنا تقول الماء والخضرة والوجه الحسن. وهذه جلسة ثانية، يا سلام، شوف الشجر من كل الجهات حولك. هذا المكان يا جماعة اللي تسميه اصنع جوك. عندهم قطط جميلة، الله، يعني هذا مكان حلو بعد الأطفال يستمتعوا فيه. وهنا حظيرة حق الدجاج. طبعا اللي يحبون التصوير المكان فيه زوايا خطيرة يا جماعة. شوفوا هالجلسة، هذه الجلسة اللي ترد الروح. يا سلام، يلا نصور لكم الآن باقي المرافق. يا سلام، شوفوا هالصالة وهالجلسات اللي موجودة فيها، كل الخيارات موجودة، تبي كنب، تبغى جلسة أرضية، تبغى كراسي. وشوفوا الفيو يا جماعة، بصراحة وبكل أمانة ترتيب شيء على أعلى المستويات. وهذا مكان كده حلو يلعبون فيه الأطفال الصغار ألعاب كده سيفتي. المطبخ مجهز بالكامل، الثلاجة والفرن، حركات. وهذا المجلس الثاني، ما شاء الله تبارك الله. طبعا بإذن الله أتواصل مع أصحاب المنتجع وأجيب لكم سعر خطير. شوفوا كيف الجلسات الحلوة وهالأطلالات الجميلة، صراحة شغل مرتب. بضبطكم في السعر، اصبروا اصبروا شوي. وهذا سلمكم الله فيشة، وهنا طاولة تنس. يلا وين اللي بيتحدى؟ يا سلام، والمسبح حكاية يا جماعة زي ما انتم شايفين، مرة كبير، هنا حق الأطفال وهنا حق الكبار ياخذون راحتهم. إضاءات حلوة ورسومات جميلة وإطلالة جميلة، صراحة المنتجع حكاية يا جماعة. طبعا انتظر الشباب بيجوا، والأجواء بالليل هم بعد حلوة، يعني في إضاءات المكان يقولوا عنها مرة حلوة. إذا جت الليل بعد نصور لكم إياها. وهذه الأجواء بالليل، إيش رأيكم؟ حكاية صح؟ يا سلام، أجواء الليل ساحرة، الأجواء رهيبة يا جماعة. شوفوا بعض المنتجعات من تجي الليل يصير المكان وحش، هنا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا كيف الأجواء، مرة رايق. أبو عبد الله إيش رأيك في المكان؟ جميل، حلو، جميل ما شاء الله، ما شاء الله.
ابو احمد حبيبي، حبيبنا الغالي ابو عبد المحسن الجميل، عطنا رايك في المكان. شوف، اي واحد يجي يبغى يستجم يعني يعيش يوم في الطبيعه، صحيح، يجي هذا المكان. يا سلام، لا يفوتكم العرض، مره قوي راح يكون بالويكند، بدل 2200 1600، والايام العاديه بدل ما يكون 1500 راح يكون ب 850. بصراحه العرض يا جماعه مره قوي خرافي، راح يكون فقط الى تاريخ 15 يناير 2021.